سيلا وخليل في نفس المجموعة في البث المباشر في ليلة 15 فبراير مع الساعة 8 مساء. بدأت تفاصيل البث المباشر في الوصول. أعلن أن خليل إبراهيم جيهان سيشارك أيضا باسم قناة كانال 7 وسيمثل مجموعة إيمانيت في هذا البرنامج. بعد هذه اللحظة بدأ الجميع يتساءل عن سبب عدم مشاركة نانوكا ستامبوليشفيلي وما حسين مرابط في هذا العرض. وفقا للمعلومات التي تلقيتها، حرصت قناة 7 على اختيار الممثل الأكثر شعبية عند اختيارهم للأشخاص الذين سيكونون في هذا البث المباشر، لذلك لم تتطوع محاسن ونانوكا وتم بث ليلة التبرع في وقت واحد على 8 قنوات، وظهر الفنانون كلهم تقريبا في القنوات في مجموعات منفصلة، لم تكن هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة، فكان من المتوقع أن يكون خليل إبراهيم جيهان وسيلا ترك أوغلو في بث مباشر واحد، ربما لم يكن هذا سبب في أنهم لم يفاجئوا معجبيهم ويهديهم بمنظر جانبي. كان من الجيد أن نرى خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو في ليلة كهذه، لكن السبب لماذا لم يجتمع سيلة ترك أوغلو وخليل إبراهيم جيهان في بث واحد؟ لأن خليل إبراهيم جيهان كان مع مجموعة كانال دي، وسيلة ترك أوغلو كانت مع مجموعة فوكس. ويمكنكم مشاركة أفكاركم الخاصة معي في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.